أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. الإذاعة المصرية تحييكم في ليلتها الساهرة، في ليلة أم كلثوم وهي تستهل موسمها الغنائي. ننقل لكم هذه الحفلة الساهرة الكبرى من مسرح حديقة الأزبكية، حيث امتلأت منذ لحظة بالمتفرجين الذين جاءوا إلى هذا المكان لكي يقضوا سهرة ممتعة طيبة مع أم كلثوم ومع فن أم كلثوم. والإذاعة المصرية وهي تستهل هذا الموسم الغنائي لأم كلثوم تحيي كل المستمعين في مصر وفي الأقطار العربية وفي جميع أنحاء العالم. أيها السادة، الحفلة التي ننقلها إليكم الآن نستطيع أن نصورها في كلمة واحدة: إقبال على الفن المصري مهما كان الجو قارسا أو شتويا. فقد جاء الناس من القاهرة ومن العواصم والمديريات المختلفة لكي يشهدوا أم كلثوم وهي تبدأ موسمها الغنائي، وجاءت أم كلثوم منذ لحظات وهي تقف الآن خلف الستارة مع أعضاء الفرقة الموسيقية تتحدث معهم وهم يضبطون الآلات الموسيقية المختلفة. وراء الستارة وقفت أم كلثوم تتحدث مع زملائها الفنانين، وأمامها باقتان كبيرتان من الورد. طلبت أم كلثوم إلى الإذاعة المصرية أن نبلغكم أنها ستقدم هدية جديدة في الفاصل الغنائي الثاني إن شاء الله. أما الفاصل الغنائي الأول فتبدأه أم كلثوم بهذه الأغنية العاطفية الحبيبة، أغنية سهران، كلمات أحمد رامي وموسيقى رياض السنباطي. الوجوه التي يراها الإنسان في كل حفلة يستطيع أن يميزها الآن: الناس الذين يحرصون على حضور حفلات أم كلثوم، والذين يحرصون على أن يجلسوا في نفس المكان وفي نفس المقاعد. هم اليوم في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لكي يشهدوا أولى الحفلات الساهرة التي تحييها أم كلثوم في هذا الموسم ومن هذه الدار. أما الظاهرة الجديدة التي أنقلها إليكم الليلة فهي ظاهرة العرائس. يبدو أن ليلة الجمعة ليلة يرجو كل عريس أن يحتفل بزفافه فيها، وإنني أرى الآن ثلاث من العرائس يبدو أنهم يجددون في الاحتفال بليلة زفافهم فيحضرون حفلة أم كلثوم. يستطيع كل إنسان أن يميز هذه العرائس مع أزواجهن وهن يأخذن أماكنهن في هذه الحفلة الساهرة الكبرى. وأنا أتحدث إليكم الآن، أحضرت عروس أخرى ومعها زوجها الجديد إلى هذا المكان. بعد لحظات سوف ترفع الستارة عن الفاصل الغنائي الأول والهدية الأولى التي تقدمها لكم أم كلثوم. أغنية سهران كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي، تبدأ بها أم كلثوم الحفلات الثلاث التي سنستمع إليها وسنقضي معها من الآن إلى ما بعد منتصف الليل. ترتدي أم كلثوم ثوبا بسيطا لونه عسلي، وتحلي أذنيها بقرط من الماس، وارتدت دبوس ماسي، ورفعت الستار، وحيا الجمهور. أم كلثوم وضعت في معصمها أيضا أسوار ألماس، وأمسكت في يدها بمنديل فاروزي أخضر. انعكست الآن الأضواء على أم كلثوم، وها هي ذي الفرقة الموسيقية تبدأ موسيقى أغنية سهران. Thank you.
Oh, no.
واسمع كلامك وياي اشوف خيالك في عينيا. واسمع
شريك وصرت وحيد والفكر شريك والفكر شريك.
لما بعدك ولما بعدك عني Oh.
Thank you.
وبعد أيها السادة، فقد انسابت هذه القصة الغنائية الفنية، قصتها لنا السيدة أم كلثوم في ساعة وربع ساعة. غنت أم كلثوم فملكت ألباب الحاضرين وقلوبهم. كانت أثناء هذه الأغنية تسيطر على المسرح، يتمايل الحاضرون هنا معها ومع معاني هذه الأغنية العاطفية الرقيقة. أيها السادة، نرجو أن يكون مايكروفون الإذاعة قد نقل إليكم هذه القصة العاطفية الغنائية نقلا أمينا، فقد استطاعت أم كلثوم أن تسيطر على قلوب الحاضرين. لي كلمة قصيرة، أن كاتب هذه الأغنية هو الأستاذ أحمد رامي، حضر متعبا شفاه الله، وانتهت الأغنية وكان أقوى ما يكون، خرج نشيطا مسرعا فرحا مبتسما يتقبل تحية وتهنئة الحاضرين. عزاؤنا، والستارة كانت تسدل أن لنا عند أم كلثوم أغنيتين أخريين، فحتى يعود الميكروفون مرة ثانية نتمنى لكم أطيب الأوقات. أيها السادة، نعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.